اشتغل لا. عشان كده يمكن انا كنت مسافر وحظي ان انا يعني احدى رحلاتي قريب في مصر الطيران، فلقيت هم معلقين في اول ما تخش من الطياره مصحف كبير، فافتكرت الناس المرتشيه هكلمكم عنهم دول حاطين مصاحف على المكاتب، ويمكن قلت لكبيره المضيفين قلت لها القضيه مش في المصحف اللي انتم معلقينه، القضيه الخدمه ايه؟ والله العظيم لقيت زباله على ارض الطياره. انا مش طبعا ما يعني هيقول لك انت بتعمل تشويه وتسيء، لا، في خطوط يعني بشكل عام مش مصر الطوارئ كتير جدا جدا، في استثناءات سيئه نتمنى انها تبقى زي كويس، انما انا بقول خصوصا لوزير الطيران الجديد وهو راجل يعني وراه تاريخ كلوة ورا تاريخ، انما الفكره مش في المصحف اللي في الطياره، لانه هل انت هتلاقي اي شركه طيران في العالم، وانا بكلم برضو رئيس شركه مصر الطيران، في اي طيار في طياره في العالم بتحط انجيل لانه مسيحي؟ ايه العنصريه اللي انتوا فيها دي؟ القضيه انك ما تحطليش مصحف وهو ده وانا داخل الطياره مصر الطيران، القضيه الخدمه شكلها ايه؟ الجوده؟ كل حاجه بقى، المواعيد، كل حاجه بقى، المطار، استقبال الناس، استقبال الغريب او الضيف او السايح، كل حاجه بقى، اسعار طبعا، اسعار رقم واحد، كل حاجه. هي دي هي ده الايمان، الايمان العمل، دين المعامله، مش انك تحط لي مصحف على باب طياره مصر للطيران او في اول ما تخش يعني على الشمال. اوريكم بقى الاتقان بتاع الشعب ده، او الشعب اهو شبه ملحد مالوش دين. شوفوا النظام والنظافه اللي هو بيقول عليه الاديان السماويه كلها، واقولهم الاسلام اهو، شوفوا شوفوا النظام، شوفوا النظافه، شوفوا الانتماء بقى، مش النشيد اللي هنزعزفه في المستشفيات بتاع وزاره الصحه، اهو ده الانتماء اهو. شوفوا ازاي الناس واقفه، شوفوا ازاي الناس